a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، كل عام وحضراتكم بخير. ان شاء الله موضوع حلقه النهارده عن محصول مفيد ومهم جدا جدا وزراعته منتشره في جميع انحاء العالم، وهو محصول الفول السوداني. محصول الفول السوداني ده محصول من المحاصيل البقوليه المهمه جدا المنتشره زراعتها في معظم انحاء العالم، وبيتم تصديره بنسب كبيره جدا جدا. اول ما جه او اول ما اتى الى مصر جاء من عن طريق دوله السودان، لذلك وسمي بالفول السوداني. الفول السوداني ده من المحاصيل الصيفية، بيتم زراعته في شهري 4 و5، من منتصف شهر 4 لحد شهر 5 بيتم زراعته. المحصول ده بيحتاج تربة، بتكون تربة جيدة الصرف، تربة مفككة ومفتتة عشان إبر النبات تعرف تتعمق في التربة وتكون القرون بعد كده والثمار، وبالتالي التربة المناسبة لزراعة الفول السوداني هي التربة الصفراء الخفيفة جيدة الصرف والتهوية، والتربة الطينية بتكون صعب زراعة الفول السوداني فيها أو ما بينجحش 100% في الأرض الطينية أو الثقيلة. يبقى الفول السوداني بيتم زراعته في شهري 4 وشهر 5. الأيام الجاية أو الفترة اللي جاية الناس هتبدأ تجهز بالنسبة لمزارعين الفول السوداني عشان يبدأوا يزرعوا الفول السوداني. فإن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن كل حاجة تخص الفول السوداني، من كيفية خدمة التربة والنبات وطريقة الزراعة وكل الأمراض التي بتؤثر على الفول السوداني. كمل الفيديو للآخر، ما تنساش الدعم بتفعيل الجرس والقناة ليصلك كل جديد في إن شاء الله القناة. الفول السوداني هتجهز الأرض لو أنت داخل أو مقبل على زراعة الفول السوداني. أول حاجة هتبدأ تجهز التربة بتاعتك، هتبدأ تحرق التربة كويس، تبدأ تفتتها كويس وتنعمها عشان وتتهوى لأشعة الشمس كام يوم أو أسبوع، لأشعة الشمس المباشر عشان تبدأ أشعة الشمس تعقم لك التربة قبل الزراعة. لو في بذور حشائش عندك ولو في فطريات سابقة من المحاصيل السابقة بتبدأ أشعة الشمس تقضي عليها مع الحرس، ولو عندك التربة موبوءة بالحشائش يبقى قبل ما تحرد هتروي رية تسمى بالرية الكدابة، اسمها رية كدابة عشان هتروي وبعد تطلع الحشائش وبعد كده تحرد فهتشيل الحشائش كلها. ده بالنسبة للأرض، حردت وفتت التربة وشلت بذور الحشائش، هتبدأ تنزل الخدمة بتاعتك بين الخطوط وهي عبارة عن سماد بلدي، سواء مواشي او سبلة كتكوت او دواجن ايا كان من السماد البلدي، بمعدل من 15 ل 30 متر مكعب حسب نوع السبلة. لو سبلة مواشي يبقى 30 متر مكعب في الفدان، ولو سبلة حمام تبقى 15 متر مكعب، ولو سبلة دواجن هتبقى من 20 ل 25 متر مكعب للفدان. ده بالنسبة للسماد البلدي. بعد كده عندك هتجيب 300 كيلو سوبر فوسفات الكالسيوم مع 50 كيلو كبريت زراعي مع 50 كيلو سلفات بوتاسيوم مع 100 ل 200 كيلو نترات او سلفات او يوريا عنصر الازوت حسب النوع اللي انت هتحطه. هتخلط التركيبة دي مع بعض، هتبدأ تنزلها بين الخطوط وهتروي رية كبيرة عليهم عشان تبدأ تتحلل في التربة. بعد كده هتجيب التقاوي عندك. الفدان الفول السوداني بيحتاج حوالي 75 كيلو جرام قرون، لو قرون 75 كيلو جرام، ولو بذور هيحتاج من 40 ل 45 كيلو جرام بذور لزراعة الفدان الواحد. حضرت التقاوي عندك، هتبدأ تطهر التقاوي بإحدى المبيدات الفطرية اللي ذكرناها قبل كده زي السيرم أو الريزوليكس والتوبسين أو المكسيم. دي مبيدات فطرية مخصصة بتكافح عفان أو فطريات الأعفان في البذور، هتبدأ تطهر بها التقاوي قبل زراعتها ب 24 ساعة، وتبدأ تجهز عندك الخطوط وتزرع في جورة، كل جورة فيها بذرة واحدة.
بين البذرة والأخرى 10 سنتي، وعمق البذرة لو زرعتها من 5 ل 7 سنتي، وبين الخط والآخر حوالي 60 سنتي في الفدان بين الخط والآخر. يبقى بين الخط والآخر 60 سنتي، وبين النبات والآخر 10 ل 15 سنتي، وعمق البذرة لما تزرعها هتبقى حوالي من 5 ل 7 سنتي. هتبدأ تزرع عندك البذرة وتديها رية غزيرة بعد الزراعة مباشرة، وممكن تحط معها جرعة تنشيطية من نترات النشادر. بالنسبة للبقوليات زي الفول السوداني والفول والبرسيم والعدس، النباتات البقولية دي فيها ميزة عن باقي نباتات كلها، وهي تثبيت النيتروجين في التربة. في عقد بكتيرية بتبقى فيها بتشبه النيماتودة. لو النبات مصاب بنيماتودة بتلاقي فيه عقد كده، الجذور فيها عقد أو ورم. المحاصيل البقولية دي بيكون أيضا فيها العقد البكتيرية، ولكن العقد البكتيرية غير النيماتودة. النيماتودة ضارة واتكلمنا فيها قبل كده، لكن العقد البكتيرية دي نافعة، بتعمل على تثبيت النيتروجين في النبات، وبالتالي النباتات البقولية ما بتحتاجش عنصر الأزوت كتير زي باقي النباتات. بتحتاج النيتروجين ولكن بنسب أقل، لأنها فيها بكتيريا عقد جذرية اللي بتقوم بتثبيت النيتروجين في التربة. إذن هتبدأ تزرع وتبدأ تروي عندك النبات. بعد كده لما النبات يخش في مراحله زي ما بان في الصورة كده، دي مرحلة الإنبات. البذرة هتبدأ تنبت وبعد كده تظهر فوق سطح التربة وتبدأ تشتغل بالدفعات التنشيطية من الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم. وبعد شهر، بعد شهر من الزراعة، هتحط أو هترش أول رشة من خليط عناصر صغرى مخلبية، حديد وزنك ومنجنيز. العناصر ديت مهمة جدا جدا. من بعد شهر من الزراعة هترش رشة، وعند عمر 50 يوم هترش كمان رشة عناصر صغرى اللي هي مخلبة على إيدتها. العناصر ديت مهمة جدا، بتساعد على تمام العمليات الحيوية في النبات، وبالتالي النبات هيبدأ ينمو بصورة طبيعية وسليمة وفي أحسن حالاته. بالنسبة للخدمات أو العمليات الخدمية اللي بتحصل لنبات الفول السوداني، عندك العزيق. العزيق الفول ده بيحتاج من 2 ل 3 عزقات في خلال الموسم. بتبدأ تساعد العزقات ديت على انك تشيل الحشائش اللي موجودة او بذور الحشائش اللي موجودة في النبات، وايضا بتبدأ تهوي وتفتت التربة في النبات عشان الابر بتاعت النبات او الشعيرات الجذرية تبدأ تتعمق وتدخل في التربة وتكون بعد كده القرون والثمار. الري ايضا يعتبر الري الفول مش عاوز مية تكون مالحة او التربة ما يكونش فيها نسبة ملوحة عالية. ايضا الفول السوداني من النباتات حساسة للملوحة، فبالتالي الري او المية اللي هروي بيها ما تكونش فيها نسبة الملوحة عالية. ايضا بالنسبة للتسميد، قلنا هنشتغل في الخدمة اللي قلناها قبل ما تزرع. هتحط الخدمة في التربة اللي هي سماد بلدي مع كبريت مع سماد الكيماوي او اللي هو الازوت والفوسفور السوبر فوسفات كالسيوم مع سلفات البوتاسيوم. ايضا العناصر الصغرى قلنا بعد شهر هترش رشة عناصر صغرى، وبعد 50 يوم هترش رشة عناصر صغرى. ايضا نترات الكالسيوم، نترات الكالسيوم مهمة جدا جدا، هتبدأ تشتغل بيها من بعد حوالي شهر او من بداية التزهير. هتبدأ تشتغل بيها مرة في بداية التزهير ومرة عند بداية تكوين القرون. نترات الكالسيوم بتساعد ان القرون تبدأ تتملي او الحباية تبدأ تتملي داخل القرن، وبالتالي هتبدأ تكون معاك انتاج كبير جدا وبصورة كويسة، وهتبيعه بأعلى ربح. وبكده نترات الكالسيوم مهمة جدا، ان هي بتخلي القرون ممتلئة بالحبوب وذات مواصفات قياسية كويسة جدا. ده بالنسبة للفول السوداني وازاي تزرعه، وزي ما قلنا بتزرع في شهر 4 و5، وازاي تطهر البذور قبل الزراعة. ايضا نبات الفول السوداني بتصيبه بعض الامراض المهمة جدا او الخطيرة اللي بتأثر عليه تأثير كبير جدا. هنذكر اهم الامراض اللي بتأثر على الفول السوداني. اول حاجة اعفان الجذور وموت البادرات. اعفان الجذور زي ما باين قدام حضراتكم في الصورة، ان الجذور بتكون ذات لون بني، الجذور لونها بني مسود كده، في المجموع الخضري في النبات
بيكون مصفر ودبلان، والورق بيتساقط والنبات لا ينمو بصورة طبيعية. لو بصيت على الجذور هتلاقيها لونها بني، الجذور معفنة بيتم قطعها وفصلها بسهولة، وبالتالي انت عندك اعفان جذور او ايضا الذبول او سقوط البادرات، دي كلها علامات واحدة للنبات هيتم مكافحتها بسحب احدى المبيدات الفطرية زي ما قلنا قبل كده، التوبسين او السيرم او الروزليكس او اي حاجة او يونيفورم، اي مبيد من المبيدات المعروفة المشهورة لاعفان الجذور او ريدوميل جولد بلس، كل دي منتجات بتشتغل على اعفان الجذور، وهبدأ تظبط الري عندك عشان ما يحصلش اعفان جذور كتير. تاني مرض عندك وهو عفن القرون. عفن القرون زي ما باين في الصورة، القرون بتكون فيها مناطق لونها بني، المناطق اللي لونها بني دي بتمتد لداخل القرن، جوه الحباية تلاقي لونها بني كده، وبالتالي ده هتسبب في نقص المحصول وقلة جودة المحصول هتكون قليلة، وبالتالي هتسبب في خسائر كبيرة جدا لمزارعي الفول السوداني. ده بالنسبة لعفن القرون. تالت مرض عندك بيأثر على الفول وهو تبقع الأوراق. تبقع الأوراق ده بتكون فيه بقع لونها بني متفرق ويسمى بالتبقع الاسكوسبوري، موجودة على الأوراق، وعند اشتداد الإصابة لما الإصابة بتشتد في تبقع الأوراق ده زي ما باين كده قدام حضراتكم في الصورة، اللون البني ده بيتحول أو بتجف الأوراق بعد كده وتسقط، وبالتالي تبقع الأوراق أيضا بيؤثر على نبات الفول السوداني. أيضا تلطخ الأوراق، هتلاقي الورق عندك متلون كده بألوان غريبة زي البنفسجي أو اللون محمر كده، ده أيضا ناتج عن فطريات تلطخ الأوراق وتبقع الأوراق. وأيضا مرض الصدأ. الصدأ زي ما قلنا قبل كده إن هو بتكون في أسفل الورق عبارة عن مادة تشبه برادة الحديد، لونها بني محمر، بتكون خشنة كده، ده أيضا صدأ ناتج عن مرض فطري. التبقعات والأصداء والتلطخ بيتم مكافحتهم بإحدى مركبات التريازول زي البروبي كونازول أو الدايفينو كونازول أو التترا كونازول دي أو سيفونات المصايد، دي كلها مواد فعالة بتعمل على مكافحة التبقعات والصدأ في الفول السوداني. أيضا من أهم الأمراض النيماتودا. النيماتودا دي زي ما قلنا قبل كده عبارة عن ديدان ثعبانية، الديدان دي بتخترق الجذور بتاعت النبات وتبدأ تمتص العصارة لداخل الجذور، وبالتالي هتسبب أعفان في الجذور وهتسبب تورمات في الجذور. وعلى المجموع الخضري هتلاقي النبات مصفر وفي ذبول والورق بيتساقط، ولو بصيت على القرون في النبات لو في نيماتودا هتلاقي القرون عليها بقع بنية كده أو تورمات بنية، دي كلها بتأثر على جودة وكمية المحصول. طب ايه الفرق بين النيماتودا وبين بكتيريا تعقد الجذور؟ زي ما باين قدام حضراتكم كده، النيماتودا ديدان ثعبانية بتكون خطيرة، بتضر النبات، بتأثر عليه وبتخترق، بتسبب أعفان للجذور. أما العقد الجذرية أو العقد البكتيرية اللي بتكون زي ما قلنا في بداية الفيديو اللي هي نافعة في المحاصيل البقولية، بتعمل على تثبيت النيتروجين في التربة وبتيجي للمحاصيل البقولية زي البرسيم والعدس، وبتكون نافعة وبتكون مصدر للنيتروجين، وبالتالي العقد البكتيرية ديت بتخلي النبات يكون إنتاجه أحسن وجودته أفضل. ده الفرق بين النيماتودا وبين العقد البكتيرية. بعد كده عندك لفحة الأوراق اتكلمنا عنها. عندك أيضا من أخطر الأمراض أو من أخطر الآفات الحشرية اللي بتأثر على محصول الفول السوداني وهو الحفار. الحفار احنا قلنا قبل كده ان هو بيدفن نفسه تحت النبات، وبالتالي بيدفن نفسه بالنهار وبيظهر بالليل، وبالتالي كده كده عندك اصلا الفول السوداني بيكون نموه لاسفل او القرون بتكون اسفل تحت النبات تحت سطح التربة، فالحفار هيجي يتغذى على الساق ويتغذى على الاوراق وايضا هيتغذى على القرون. لو بصيت على القرون كده هتلاقي فيها كأن حاجة واكلاها او حاجة واكلة من القرون، وبالتالي فيها فتحات وثقوب في القرون. الحفار بيأثر تأثير شديد جدا على محصول الفول السوداني، يجب مكافحته بالطرق اللي احنا قلنا عليها زي رش كلوروبيرافوس او البروفينوفوس او الدايزنون، ايضا عمل الطعم السام للحفار زي ما قلنا 15 كيلو ذرة مجروش او ارز مجروش، وهتضيف معاهم كيلو عسل اسود كمادة جاذبة للحفار، وهتضيف معاهم لتر كلورو بيرافوس او لتر حشري قوي،
وهتبدأ تسرسبه بين الخطوط، هيطلع الحفار ليلا يتغذى على الطعم السام وبالتالي يموت. يبقى انت كده بتحاول بقدر المستطاع تقلل الأضرار الناتجة عن الأضرار الناتجة عن الأمراض اللي بتصيب الفول السوداني. الفول السوداني من المحاصيل الحلوة جدا في زراعتها، زراعتها سهلة، إنتاجها بيكون كويس، ما بياخدش تكلفة كتير كباقي الزراعات. أنا شخصيا من الناس اللي بتحب الفول السوداني في زراعته، زراعته بتكون سهلة وبسيطة، إنتاجه بيكون كويس ما بيتعبش، وبالتالي الفول السوداني من المحاصيل المهمة جدا جدا اللي زراعته بتكون في شهر 4 و5. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاع النهاردة، اتكلمنا عن الفول السوداني، عن ميعاد زراعة الفول السوداني، وعن ازاي تظبط التربة وتخدم التربة قبل الزراعة، وازاي تطهر التقاوي، وازاي تتابع بالتسميد ورش العناصر الصغرى ونترات الكالسيوم. وهتعرف ازاي ان في البداية عايز اعرف، طب ازاي علامات نضج، ازاي تشوف الثمار ده او الفول السوداني تقول ان هو كده تم نضجه. في 3 علامات بتبين لي ان الفول السوداني حصاده اتى او خلاص كده بدا يستوي الفول السوداني. اول حاجه عندي وهي اصفرار الاوراق وسهوله تفتح القرون. تلاقي الورق عندك مصفر كده، والقرون لو ضغطت عليها بسهوله هتبدا تفتح. ايضا هتلاقي وجود ظهور او الشبكه الخارجيه لسطح القرون، لو بصيت على القرن من بره هتلاقي الشبكه اللي هي كده على القشره بتاعت قرن السوداني. ايضا بعد مرور من 110 ل 130 يوم، يعني مده الفول السوداني في التربه من 110 ل 130 يوم حسب كل صنف، دي علامات نضج الثمار، وبيكون حصاد الفول السوداني يدويا زي ما باين كده في الصوره، بيتم جمعه يدويا عن طريق العمالة أو في المساحات الكبيرة، في الأراضي كبيرة المساحات بيتم الحصاد آليا بالآلي زي ما باين قدام حضراتكم في الصورة. وبكده يكون انتهى موضوع النهاردة، وأتمنى يكون الموضوع مفيد للناس. ما تنساش الدعم بالاشتراك وتفعيل الجرس للقناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.